خش يا باشمهندسين في النقطة اللي عليها الدور، وهي عبارة عن بس ملحوظة بسيطة عن المايكرو كنترولر والكيباد، وبعد كده هنبتدي نخش في المشروع الخاص بالكيباد. لو احنا يا باشمهندسين جبنا الكيباد في البروتاس وجبنا المايكرو كنترولر ووصلناهم الاتنين زي ما احنا شايفين كده، هيبتدي يظهر عندنا مجموعة من الملحوظات. اولا ناخد بالنا من التوصيلة ونبتدي نتكلم عن الملحوظة. التوصيلة بتاعتي يا باشمهندسين زي ما احنا شايفين كده 1 2 3 4 بتوع الكيباد متوصلين على ار بي 0 ار بي 1 ار بي 2 ار بي 3، وبعد كده من A لحد D اللي هو A B C D متوصلين على ار بي 4 ار بي 5 ار بي 6 ار بي 7. فناخد بالنا من التوصيلة يا باشمهندسين كويس جدا، لان التوصيلة هتفرق معانا في البروجرامنج. نبقى عارفين كده ان من 1 لحد 3 او من 1 لحد 4 في الكيباد متوصلين من ار بي 0 لحد ار بي 3 في المايكرو كنترولر، و اي بي و سي و دي متوصلين من اول ار بي 4 لحد ار بي 7 في المايكرو كنترولر. نبص كده يا باشمهندسين على الشكلين اللي قدامنا ده. هي الكيباد يا باشمهندسين، هل كل الكيباد بالشكل اللي قدامك ده؟ بمعنى تاني، هل كل الكيباد بيظهر عليها الارقام بالترتيب ده وبيكون عليها علامة الاسم وعلامة الضرب وعلامة الطرح وعلامة الجمع؟ طبعا لا، في كيباد مختلفة زي ما احنا شايفين على سبيل المثال كده A B C D مفيش علامات اسم ولا علامة ضرب ولا أي حاجة. معنى الكلام ده يا باشمهندسين، معناه إن بصرف النظر عن اللي بيظهر على الكيباد، المايكرو كنترولر بيستقبل قيم معينة، لأن الكيباد القيم اللي بتظهر عليها دي أنت اللي بتغيرها. أنت ممكن تشيل الواحد ده وممكن تشيل الشكل اللي قدامك ده خالص وتحط إيه؟ تحط قيم تانية غير اللي ظاهرة قدامك دي. فبالتالي المايكرو كنترولر ما بيستقبلش نفس القيم اللي ظاهره قدامك. امال بيستقبل ايه؟ المايكرو كنترولر يا باشمهندسين لو وصلناه مع الكيباد بالشكل اللي قدامي ده كده، هيبتدي يستقبل قيم يا باشمهندسين من 1 لحد 16. طيب مين البوتون اللي هيرجع لي 1؟ زي ما احنا شايفين كده، انا لو ضغطت على ده كده المايكرو كنترولر يستقبل القيمه 1، ولو ضغطت على البوتون ده المايكرو كنترولر يستقبل القيمه 2، ولو ضغطت على البوتون ده المايكرو كنترولر يستقبل القيمة 3، ولو ضغطت على ده المايكرو كنترولر يستقبل القيمة 11. وبالتالي يا باشمهندسين ده كده الحاجات اللي ظاهرة على الكيباد، وده الحاجات اللي ظاهرة الحاجات اللي المايكرو كنترولر هيستقبلها لما تضغط على الزراير دي يا باشمهندسين. وبالتالي يا باشمهندسين تاني نقول ان اللي ظاهر قدامي ده مش هو اللي المايكرو كنترولر بيستقبله. المايكرو كنترولر بيستقبل القيم اللي ظاهرة قدامنا دي، بيستقبل القيم من 1 لحد 16. طيب يبقى في عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ طب انا لما اضغط هنا على الزرار ده، انا كيوزر ما اعرفش المايكرو كنترولر بيعمل ايه، انا كيوزر مش كديزاينر ما اعرفش المايكرو كنترولر بيعمل ايه. فانا شايف ان دي قدامي 7، فانا عايز اتعامل معاها على اساس 7، في حين ان المايكرو كنترولر بيستقبلها كام؟ بيستقبلها كواحد. يبقى لازم اعمل هنا يا باشمهندسين خطوه مهمه جدا، وهي ايه بقى؟ اقول للمايكرو كنترولر اقرا القيمه عن طريق الداله كيباد كي كليك، اقراها وخزنها في المتغير اللي اسمه كي بي. طيب لو لقى القيمه دي 1 يا باشمهندسين يحولها لكام؟ يحولها ل7 اللي هي ظاهره لليوزر. فلو لقيت القيمه يا باشمهندسين ب1، لا خليها لي بمين؟ خليها لي ب7. يعني لو لقيت الكي بي ب1 خلي لي الكي بي ب7. طيب لو لقيت على سبيل المثال كمان مثال، لو لقيت الكي بي ب2 يا باشمهندسين، لو هو استقبل 2 يبقى هي ظاهره لليوزر ككام؟ ك8. يبقى اقول له لو لقيت الكي بي ب2 خلي لي الكي بي كام؟ ب8. وهكذا يا باشمهندسين بقيه الايه؟ بقيه الامثله. الملحوظه دي مهمه جدا لازم نكون فاهمينها كويس. واعيد وازيد فيها تاني يا باشمهندسين، القيم اللي ظاهره قدامي مش هي القيم اللي بيستقبلها المايكرو، لان القيم دي انت اللي بتتحكم فيها، انت اللي بتغيرها، انت اللي بتغير شكل الكيباد، انت اللي بتغير الاشكال اللي ظاهره على الكيباد. لكن القيم الفعليه اللي بيستقبلها المايكرو كنترولر لو انا موصله بالكيباد بالطريقه اللي قدامي دي، هيستقبل القيم من 1 لحد 16 زي ما موجود قدامي في الصوره هنا كده يا باشمهندسين. لو ضغطت هنا على الستة يستقبل 7، لو ضغطت على علامة الطرح يستقبل 12. وأنا اللي هعمل عملية تحويل، هقول له لو لقيت القيمة اللي أنت مستقبلها هي قيمة 1 بدلها لي خليها لي بكام؟ ب7، لأن أنا عايز أتعامل معاها على أساس 7 مش على أساس 1. لو لقيت القيمة اللي أنت مستقبلها ب2 يا باشمهندسين خليها لي بكام؟ خليها لي ب8. وهكذا بقية الإيه؟ بقية الأمثلة. المثال ده مهم ومبني عليه بقية المشاريع الخاصة بالكيباد. احنا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبتدي نشرح مشروع كبير، والمشروع ده عليه مجموعه من الملحوظات المهمه جدا جدا، وفي النهايه هطرح عليكم مجموعه من الافكار او فكره او 2 او 3 تبتدوا انتوا تنفذوهم بناء على اللي انتوا فهمتوه من الكورس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.